صباح الخير عليكم أحبتي المشاهدين مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، ونرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الجولة الخاصة لبرنامج صباح كربلاء. سؤال جولتنا لهذا اليوم يتحدث حول الإنصاف. خليكم ويانا أحبتي المشاهدين لنستمع إلى بعض الآراء. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ من قوله تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. موضوع الإنصاف يعني من كبائر الذنوب هو الإكراه الجميل. بالمقابل أنت اليوم إذا أنا سويت لك شغلة ممكن ما أنتظر منك ترد لي إياها اليوم أو باكر، ممكن حتى مو أنت ترد لي إياها إذا مثلاً أحد نكرها، ممكن يتنور دربي، ممكن الله يفتح وجهي، ممكن مو شرط إلا أنت اللي ترد لي إياها. اليوم يعني خاصة بمجتمعنا بهاي الفترة قاعد نشوف إنه الإكراه الجميل صاير وارد كلش. إذا تقعد مثلا أماكن عامة، يعني أبسط شيء هسه كطلاب جامعة، دكتور يشرح ويتعب ويمتحن، يجي ممكن على مود خطأ بسيط يقول لك أنا نسيت كل حسناتك، ركزت لك على هاي النقطة السوداء اللي تبي. طبعا الإنصاف طبعا هو يعني القانون الأول بالحياة. الله سبحانه وتعالى من خلق الدنيا أول شيء كان بالدنيا هو الإنصاف والعدالة، لذلك الدين الإسلامي دين الرسول محمد ودين سيد العادلين الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان عندهم المبدأ الأول هو العدالة بين الناس، ما كانوا يفرقون إن كان من ديانة كذا أو من ديانة كذا. لذلك هو امتحان صعب تشوفه، مو أي شخص يمتلكه بالحياة، فقط الأشخاص اللي يتحلون به يكونون يعني ذات يعني مبدأ يعني عالي جدا بالأخلاق والثقافة والتربية، وهو أساساً لو تجي هو من النقاط هو نقطة تربية أساسية بين المجتمع. أي مكان أنت اليوم تدخل إذا ما بإنصاف ما راح تتوافق وياه، فهو نقطة مهمة بالحياة لأنه هو يعني اللي يمشي أمور الحياة يعني كلها، من ناحية المعاملة بين الناس، مثلاً أستاذ ويا طالب أو أب ويا ابنه أو أخوان بيناتهم أو أصدقاء. الإنصاف يعني في النقطة كلش مهمة. الإنصاف هو عبارة عن مفهوم خلقي ومفهوم ديني ومفهوم علمي، بحيث أنه اليوم الشخص من يقدم لك فد معروف معين المفروض أنه تثني على هذا الشيء قول أو فعل، هذا مفهوم الإنصاف بغض النظر عن دينه أو عرقه أو معتقده. وبصورة عامة الإنصاف هو مرادف للعدل، أنه اليوم شخص قدم لك شيء فمن العدالة ومن الإنصاف أنه ترجع هذا الشيء بالمقابل. وطبعا هو يعني مفهوم حاليا لمجتمعنا كلش صعب تطبيقه. الى هنا احبتي المشاهدين وصلنا واياكم الى ختام هذه الجوله الصباحيه، تقبلوا تحياتي وهذه عوده الى استوديو البرنامج.